تعرضت لخساره؟ ما اعتقد في تاجر ما تعرض لخساره، يعني اكيد تعرضنا خساره، ويعني وننظر لها يعني بكل ارتياحيه. حدثني عن اكبر خساره ماليه تعرض لها عبد الله الفوزان. والله عندنا تجربه، يعني مثلا في شركه زونك كنا احنا اكبر، كنا الموزعين لجوالات الوكلاء اكشلي لجوالات نوكيا يوم كانت نوكيا في قمتها، وبعدين بدأت مرحلة الانهيار للشركة، والحمد لله كانت يعني خسارة أقل بكثير من يعني تداركنا الخسارة بالأيام الأولى الحمد لله، على أنها خسارة كبيرة ولكنها تداركناها، لو جلسنا كانت خسارتنا تكون أكبر وأكبر. كم كانت خسارتكم بالضبط؟ والله حدود 400 مليون ريال. 400 مليون، ولكن لو بقينا في النشاط يمكن خسارتنا يمكن تتجاوز المليار، ولكن هنا تجي حكمة الحمد لله المستثمر الواعي، أن بعض المرات تتأجل القرار يكون مؤلم شوي فتأجل تعيش. شلون أتعامل مع الخسارة؟ أنا زي ما قلنا قبل شوي وليا، احرص أنك تأخذ القرار الصح في التوقيت الصح، سرعة التخلص من الخسارة وحلها جذريا، والتجارب وخسارة زي ما علمونا يعني أبانا، ترضى بالربح ارضى بالخسارة ما في.